محتار وبتفكر؟ الأسعار والمتطلبات والضمان وقطع الغيار والصيانة كمان؟ معاك حق. طيب إيش رأيك في عنوان واحد؟ موتور سوق، الأحدث والأكبر والأشهر. موتور سوق، سيارتك واحتياجاتك. كشفت مرسيدس رسمياً عن إس كلاس موديل 2018 بنسختي الكوبي والكشف مع تحديثات منتصف العمر. وقد تواجد زميلنا جميل أزهر في معرض فرانكفورت 2017 للسيارات لتغطية الحدث. وبالنظر للسيارة نلاحظ أن السيارتين حصلتا على نفس التحديثات في إس كلاس سيدان، حيث شملت التحديثات الخارجية صدامين أمامي وخلفي معاد تصميمهما، مع مصابيح أمامية جديدة ومصابيح خلفية طراز OLED وفوهات عادم جديدة. لكن القسم الأكبر من التحسينات كان في الداخل، فالمقصورة أصبحت أكثر فخامة من السابق، خصوصا مع توفر مزايا جديدة لتدفئة وتبريد المقاعد والتدليك والإضاءة المحيطة. كل هذه المزايا تأتي بفضل نظام Energizing Comfort الجديد من مرسيدس، كما تم إضافة عجلة قيادة جديدة مع أزرار تعمل باللمس، مع شاشة عرض النظام الترفيهي مقاس 12.3 بوصة التي تم دمجها مع شاشة العدادات ليصبح المظهر العام أكثر أناقة وعصرية. ويأتي موديلي الكوبي والكشف بنفس المواصفات والتحسينات، إلا أن الكشف تتميز بنظام Air Cab لدفع الهواء للانحراف أثناء القيادة بسرعات مرتفعة، بالإضافة إلى نظام Air Scarf لتدفئة العنق أو تبريده حسب ظروف الطقس. وسوف تتوفر S Class كوبي بالطرازات التالية: S 450 والذي يعتمد على محرك V6 سعة 3 لترات بقوة 367 حصان وعزم دوران 500 نيوتن على المتر، متصلا بناقل حركة آلي من 9 سرعات ونظام الدفع على جميع العجلات، علما بأن هذا الموديل سيتوفر في نسخة الكوبي فقط. S560 الذي يعتمد على محرك V8 سعة 4 لترات بقوة 469 حصان وعزم دوران 700 نيوتن على المتر، متصلا بناقل حركة آلي من 9 سرعات ونظام الدفع الخلفي في نسخة الكابريولي وعلى جميع العجلات في نسخة الكوبي. AMG S63 فورماتيك الذي يعتمد على محرك V8 سعة 4 لترات بقوة 612 حصانا وعزم دوران 900 نيوتن على المتر، متصلا بناقل حركة آلي من 9 سرعات ونظام الدفع على جميع العجلات. AMG S65 الذي يعتمد على محرك V12 سعة 6 لترات بقوة 730 حصانا وعزم دوران 1000 نيوتن على المتر، متصلا بناقل حركة آلي من 7 سرعات ونظام الدفع الخلفي. لم تفصح مرسيدس عن أسعار إس كلاس كوبي وكابريولي موديل 2018، لكننا سنزودكم بجميع تفاصيل أسعارهما قريبا إن شاء الله. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا في قناة سعودي أوتو ليصلكم كل جديد في عالم السيارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.